السلام عليكم، تحية لجميع الإخوة والأخوات. مع الأسف كما هو معلوم وصلنا في المغرب العدد صعيب شوية على داكشي تقرر باش وضع الكمامات. هذا كمامة منزلية صاوبتها دابا باش نوضح شي مسائل. المهم على أي الكمامة فاش كتوضع ما خصهاش تقاس باليد، ما خصهاش تقاس باليد نهائيا. يعني قبل ما توضع الكمامه بطبيعه الحال تكون غاسل يديك بالماء والصابون، ولا تطهرها بالالكول. وفاش توضع الكمامه تسدها من هنا مزيان، في هذه البلاصه هذه تسدها من هنا مزيان، وبطبيعه الحال تكون مقاده من هنا، وتكون المهم تكون حاول ما تدخلش شي بلاصه منها الهواء، تكون مسدوده مزيان. اول حاجه الكمامه غير تفزق، تعطس ولا تفزق ولا شي حاجه خاصها تبدل. ثاني حاجه ما تقاش الكمامه باليد نهائيا. فاش تكون داير الكمامه ما تقاش باليد نهائيا، وفاش تبغي تحيدها تحيدها من هاد البلاصه هادي، تحيدها من هنا من جهه بلاصه منين مشدوده، وطلعها في البلاصه ديال البوبال. يعني نعاودو نيكابيتيليو، ونعاودو نصائح نوضحوها. الكمامة فاش تلبس ما تبقاش تقاس باليد، حيد رد حيد رد. يعني تلبس غير تلبس تفزق، اول حاجة تفزق تحيد. ثاني حاجة الى قصتيها بطبيعة الحال باليد راه فيها خطورة، يعني خصك تمشي تغسل يديك. فاش بغيت تحيدها تحيدها من هنا وتلوحها في البوبال، ما تلاحش الكمامات في الزنقة. الا تلاحت الكمامات في الزنقه هادشي ما قضيناه. وبطبيعه الحال اقصى مده ديال سميتو هي 4 السوايع. وبالنسبه للاف اف بي 2 هذوك اللي فيها دوك لي فاب ودوك المسائل وهذا، هذوك حتى 6 السوايع. المهم هذا كمامه غير بالنسبه باش نديرو هاد ديمونستراسيون هذا. وفاش تبغي تحيدها بطبيعه الحال تحيدها من هنا من الجناب، ما تحيدهاش من هنايا، تشدش بحال هكذا وتحيدها. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون واضح. الكمامة تفزك تحيدها، المدة أقصى مدة هي 4 السوايع. وفاش تبغي تحيدها تحيدها من هنايا وتلوحها في البوبيل. إلا ما داتش هاد النصائح هادي بحال كنكبو الما فارملة. وشكرا.